عليكم خوتي خوتي، هاني لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. اليوم غيكون عندنا تمارين، تمارين عضلة الصدر غادي نخدموها بالدامبلز. اليوم هاد الدامبلز باش تشتغل على أي شيء، يعني حتى قوارير الماء مثلا، قرارات الماء صغيرة. بالنسبة لنا حنا اليوم حنا غنخدمو بالدامبل، تقدر تخدم قرارات الماء صغيرة اثنين، نص لتر نص لتر، يكون هذا وزن ولا لتر لتر، ما فيش مشكلة. أي شيء عندكم البيت يكون متساوي الوزن نخدمو به. يكون عندنا كراسي، يعني بدل أن تكون جالس مثلا على مسطح الأرض، هذه الكراسي ترفع الجسم لفوق، وبهذه الطريقة نقدر نشتغلوا التشيس، عضلة الصدر، يعني براحة تامة. أوكي، هذا اليوم يكون عندنا شد ترهلات الصدر بالنسبة للرجال وللنساء الاثنين. هذا تمارين مفيدة كثير لهم لشد عضلة الصدر، والثدي بالنسبة للنساء هذا رفع وشد عضلة الثدي. أوكي، سخنا الجسم أول شيء وجاهزين. أول شيء كنحط الكراسي بهذه الوضعية، لو لاحظتوا بهذه الوضعية. أوكي، مثلا حاول آخذ هذه أول وضعية اللي هتكون عندنا، فسخنا الجسم قبل كل شيء. أول وضعية اللي هتكون بهذه الطريقة، لاحظوا هنا كيف بتكون، هنا وننزل. أورايت، حاول إني أفتح هنا. ليت ستارت، نعدو هذا 15 مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8. دائما شوي شوي وحافظ على النفس. هذا كله خلصنا اول تمرين عندنا. اوكي، باقي لنا ثلاث تمارين، تمرين بيكونوا على الكراسي، وتمرين بيكون البوش اب. رايت، ثاني تمرين اللي غادي يكون بهذه الطريقه، لاحظوا اني بفتح يدي كامله وبسكر. رايت، يلا ليتس ستارت، خلينا نبتدي. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دائما النفس وحاول اني اركز. بلاس 1 اخر واحدة، 4 حبيبتي. رايت، الحين اشتغلنا تمرينين. ثالث تمرين نحاول ان نشبك الايدين شوي بهذه الطريقة، حاول انزل لتحت واطلع لفوق. اوكي، والايدين يكونوا ستريت، يعني ايدين يكونوا مش بهذه الطريقة، ايدين ستريت يطلعوا وينزلوا بهذه الطريقة. لاحظوا معي كيف نعمل التمرين. اثنين، اخر واحدة. alright، حلو. الحين اشتغلنا ثلاث تمارين، اخر تمرين غيكون هو البوش اب. لاحظوا بهذه الطريقة كيف؟ يعني بفتح هذا وخلي ايدي هنا وانطلق، حاول انزل بها شوي. اللي ما يقدر يقدر يخلي مثلا الركب على الارض ويشتغل بهذه الطريقة، ما فيش مشكلة. اوكي؟ اوكي، نعدوا لين 12. Thank you.
حافظ على النفس. اخر واحدة. حلو. نرجع مرة ثانية. نخدمو. ثاني جولة. اوكي. كيف ما قلت لكم تقدروا تشتغلوا بأي وزن. ممكن أوزان صغيرة نفس هذولا. أوزان صغيرة كيلو كيلو. في عندكم أوزان مثلا نفس هذه الأوزان 4 كيلو. وفي اللي أكبر من 4 كيلو على حسب قدرتكم، أوكي؟ ما تحاول تحمل عضلات الصدر أكثر من ما هي تحتاج، لأن كل بيختلف من جسم لجسم. فلو أعطيتها مثلا تمارين أقوى وزن أقوى من اللي يحتاجه عضلات الصدر، فهذا غيتسبب لك في اليوم الثاني بألم شوية، يعني اللي صعب حاد أو ممكن يمتد لين يومين ولا ثلاثة أيام، وهذا مش حلو، أوكي؟ فتحاول تاخذ الوزن على قد اللي تقدر عليه. مثلا لو إزازة مي، يعني لو احنا نقول قرعة الماء لتر، واحد لتر تنفع كثير، واحد لتر واحد لتر في اليدين، أوكي؟ ولا أوزان عادية على حسب استطاعة كل واحد. احنا كنحاولوا نشوف الحلول لأي واحد، اللي ما عنده دمبل واللي ما عنده يقدر ياخذ دمبل، قلنا بس قرعة الماء أو إزازة مي لتر لتر، يعني لترين، لتر يمين ولتر يسار. alright ثاني جولة عندنا. اوكي يديه مفتوحين شوي. اوكي احاول انزل واطلع. 1 2 5. دائما مع النفس. Two more. اخر واحدة. Perfect. دائما كل بين كل تمرين اخذ على الاقل 15 ثانية لين ترتاح عضلة الصدر، عشان نقدر نعطيها مرة ثانية. اوكي؟ اوكي؟ نستارت ثاني تمرين اللي هو الفتح. آخر واحدة. alright حلو. ثاني تمرين بقينا. ثالث تمرين هو بيكون الإيدين مسكرين. لا الإيدين مسكرين يعني مسدودين. اوكي لما ارجع لورا إيدي يكونوا كلهم، ما ارجعش بس بالنص وخلي النص، لا ارجع بهم كلهم لين احس بشد في الصدر وفي عضلات الإبط تحت. اوكي perfect. Let's start. دائما النفس. Two more. آخر واحدة. خلصنا بالدمبل، خليه على جنب. آخر تمرين اللي عندنا كما قلنا، حاول نفتح الكراسي بهذه الطريقة، يا إما أخلي الركب على الأرض لو كنت ما أقدرش على البوش أب، أخلي الركب على الأرض أو يعني أرفع رجلي لفوق. هذه أحسن طريقة بالنسبة للناس المحترفين، يعني الناس اللي عندهم مستوى عالي. يعني بالنسبة للناس يعني المتوسط أو الأقل يعني المبتدئين، فمن الأحسن يخلي رجله على الأرض بهذه الطريقة. لو لاحظتم شوف نشتغل. alright yeah. اثنين فعلنا، اخر واحده.
بول. بهذا نكون سالينا تمارين اليوم باشياء بسيطه قدرنا نعملوا تمارين. نحاول اني ابسط لكم التمارين وتكون تمارين سهله وفي متناول الجميع بمعدات يعني اللي نقدر عليها. اوكي هذا البول ما بدنا البول ما بغاش تبقى في بلاصتها خليها تحت. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. الفيديو اللي هو صراحه يعني غادي تجربوه غتحسوا بردة الفعل. من في هذا الوقت انا الحين بحس ردة فعل العضل او الرياكشن للعضل، تحس انها شد في العضلات و يعني حتى الصدر بيطلع لفوق، يعني تحس بانها شد في الصدر. يعني تمارين صراحه اللي حلوه كثير، نتمنى ان شاء الله تجربوها وترد عليا في التعليقات. حاولوا انك تعملوها على الاقل الناس اللي عندهم ترهلات في الصدر مثلا 3 ايام في الاسبوع، بس اني ما احب ان هذا العضلة تشتغلها كل يوم، لا لأنها ما راح تستفاد، بيوصل الوقت بتوقف العضلة، ما راح تزيد ولا راح تنقص. فمن الأحسن أنك تخلي فترات راحة بين التمرين والتمرين، يعني اشتغلت مثلا اليوم تمرين، أخلي مثلا يوم ولا يومين راحة وأشتغل تمرين ثاني، لأن في عندنا عضلات ثانية، ما راح تشتغل بس تركز على شيء واحد وتنسى العضلات الثانية، لأن جسمنا لازم يكون متناسق، ما مش مثلا تشتغل بس على نقول مثلا النساء تشتغل بس على الجوانب ولا على المؤخره ولا على عضلات البطن، راح تقول لا الصدر بعد بيعطي جماليه حلوه. رفع الصدر البايسبس ترايسبس لما يكون شكلهم حلو يعني مضبوطين ما بيكون عندك ترهلات مثلا هنا، هذا يعني بتساعد حتى في جماليه الجسم. اوكي شكرا لكم، اتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحه وسلامه. ما تنسوناش من تعليقاتكم لايك شير للقناة عشان تكبر قناتنا، وفي نفس الوقت نتمنى لكم يعني رمضان كريم هذا مرة ثانية، ونتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. شكرا لكم على الدعم.